صباح الخير، معاكم فاطمة. النهاردة هناخد نص جديد من النصوص المكررة عليكم بعنوان آيات العلم للشاعر الهروي. قبل ما نبدأ نشرح النص، تعالوا نقرأ مع بعض النص. رب بنيكم علموه ما هذبوا فتياتكم، فالعلم خير قوام، والعلم مال المعدنين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطام. وخو الجهالة في الحياة كأنه ساع إلى حرب بغير حسام، والجهل يخفض أمة ويذلها، والعلم يرفعها أجل مقام. انظر إلى الأقوام كيف سمت بهم تلك العلوم إلى المحل السامي، من راكب متن الرياح كأنه ملك يصرف أمرها بذمام، أو محدث بالكهرباء عجائبا، أو غائصا بالفلك أو عوام، أو مرسل وحي الهواء ومنطق، ثم الجماد بأحرف وكلام. هذا هو العلم الحديث، فأقبلوا ضمرا عليه يا بني الأهرام. تعالوا نبدأ نشرح النص. أول حاجة نقول لخويات ربه هذبوا، قوام مستقيم، المعدمين الفقراء، أخو الجهالة الجاهل، سمت علت وارتفعت، ذمرا أفواك وجماعات. الشاعر هنا بيخاطب القائمين على تربية الأبناء، بيقول لهم إيه بقى؟ بيقول لهم ربوا أبنائكم وبناتكم ونشؤوهم على حب العلم والجدة في طلبه. ليه بقى؟ لأن العلم ثروة الفقراء التي يعتمدون عليها في مواجهة صعوبات الحياة، إذ هم حلموا من امتلاك الأموال. ولأن العلم هو أساس سعادة البشر في الحياة، يبقى أي فقير بيبقى غني إزاي لما يكون صاحب علم؟ طيب تعالوا نشوف مواطن الجمال في البيان. والعلم مال المعدنين، هنا صور العلم بالمال. التصوير هنا ده دليل على قيمة العلم وأهميته في حياتنا. مال ومعدنين بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكده. طيب تعالوا نشرح البيت الثالث والبيت الرابع. هنا الشاعر بيقول لنا ايه بقى؟ ان الجهلاء في الحياة شبه مين؟ شبه الناس اللي بتخرج للحرب وهم لا يحملون سلاحا. ازاي الناس دي بتقابل الاعداء وبيغلبوهم؟ اكيد ما بيغلبهمش ابدا، لان انا خارج الحرب لازم يبقى معايا سلاح. بيقول لنا ان الجهل بيقلل من شأن الامم ويحقره، لكن العلم بيسمو به الى اعظم مكانه. طب ايه الجمال هنا؟ الجهل والعلم بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكده. طب تعالوا نتناول شرح آخر 5 أبيات في النص. الشاعر هنا بيقول لنا إيه بقى؟ بيفضل يستمر في مخاطبة القائمين على التربية، وبيبين لهم قيمة العلم في الرقي بالأمم والأفراد. بيقول لهم إيه بقى؟ بصوا وتأملوا حال الأمم، إزاي العلوم دي وصلتهم لأسمى مكانة. بفضل العلم اخترعت الطائرات، والطيار استطاع أن يتحكم فيها، واستطاع المهندس أن يستخدم الكهرباء، يستخدمها في إيه؟ في إدارة الآلات. كما استطاع الغواص أن يصل إلى أعماق البحار بغواصته، واستطاع الربان القائد أن يشق الأمواج بسفينته، وكذلك استطاع المذيع أن يجلس وأمامه الميكروفون فينطق المذيع ويجعله ينقل إلينا الكلام عبر الهواء، وده هيكون بمساعدة مهندس الاتصالات. كل شيء احنا توصلنا اليه من مخترعات حديثة ده بفضل العلم الحديث المتطور. فالشاعر بيطلب مننا ان احنا نقبل عليه جميعا. وبكده انتهى نصنا النهاردة.